صباح وطن عربي كبير، صباح وطن عربي مشرق متجدد ودائما معكم في صباح مساء، نختار لكم فقرات ما بين هنا وهناك. صباح العافيه. بتحرقيني يعني؟ اي اي صباح وطن عربي. اللي هو اول فقره معانا هتبقى عاوزين نرجع عليكي، ما فيش شيء ثاني تقولي. عاوزين نرجع مصر زي زمان. هذه مشكلة لما مذيعتين يشتغلوا مع بعض في نفس البرنامج. سبحان الله. يعني طب نعمل ايه؟ ولا شيء، خلينا زي ما نجدد. اكيد طبعا. اهلا بيكم، حلقة جديدة وفقرات كثيرة متنوعة، يمكن انا حرقت فقرة منهم. عاوزين نرجع مصر زي زمان، متهيألي في كلام كتير جدا ممكن يتقال في الموضوع ده، انه زي زمان امتى؟ ايوه، ونرجعها اي زمان بالضبط؟ ونرجعها ازاي؟ طبعا دي تفاصيل كثيرة وفقرات كثيرة، خلينا نشوف ابرز هذه الفقرات. مبادرة عايزين نرجع مصر زي زمان، مسرحة واقع المرأة السورية في الأردن. بعد 9 سنوات انقطاع، زينب عبد العزيز تقيم معرضا لها. العلماء يقدمون علاجا جديدا للسكري. التجوال في صحراء الإمارات بجمل. الدستور المصري يتيح الحصول على المعلومات. عملية جراحية لاستخراج عنكبوت من بطن رجل. أخبار زي ما قلنا لكم بين هنا وهناك، ولكن بداية هنبدأها مع مبادرة مصرية أو عنوانها الصف المصري والعربي. تفاصيل هذه المبادرة التي دشنتها الحركة تحت عنوان عاوزين نرجع مصر زي زمان أو نرجع زي زمان. طبعا محتاجين فعلا نرجع مصر زي زمان، والجميل في الموضوع انه العمل المبادره دي هي حركه وحده الصف المصري والعربي، يعني المساله مش بس ليها بعد محلي لا كمان بيتخطى الى البعد الاقليمي العربي، لانه المساله مش ان احنا نرجع مصر من خلال ازاله المخلفات من الشارع بالضبط. التوعيه والارشادات للمواطنين، ان ازاي نرجع السلوكيات الجميله اللي كنا بنتكلم عليها، ازاي كمان نرجع دايما من خلال طبعا وحدة الصف المصري العربي، ان ازاي نرجع مصر يعني حاضنة لكل الأشقاء العرب. أي والله. أي والله. هنشوف المبادرة في تقرير سريع وبعدين نستضيف أحد القائمين عليه. بنأمل ان في الحاضر عايزين مصر زي زمان. تحت هذا الشعار انطلقت حركة وحدة الصف المصري والعربي، وذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور الإعلامية نائلة عمارة ويسرى الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد وعدد من المتطوعين بهذه الحركة. احنا حركة مصرية، ما احناش شعارات، ما بنعملش شعارات، احنا ناس بنشتغل على أرض الواقع، ناس بننزل للناس، الناس بنحاول ان احنا نساعد الناس، كلها حاجات خدمية. الفترة دي كلها طول السنة اللي فاتت كلها خدمية واجتماعية، سياسيا بندي آرائنا وأفكارنا من خلال اللقاءات والمقابلات والندوات، لكن احنا الحمد لله بكل شغلنا على أرض الواقع مع المجتمع المصري في توجيهه وفي الشغل معه. هو طبعا فكرة جميلة جدا ان احنا نبقى عندنا رؤية لمسألة انه العالم العربي كله لازم يتجمع، انه احنا الفترة دي فترة التجميع ده مطلوبة لانه التهديد واحد. انجزت الحركة اعمالا كثيرة منذ تأسيسها في مطلع هذا العام، منها تعليق لوحات ارشادية مساهمة مع الدولة للتوعية بالمرور واعمال النظافة، فضلا عن عمل قوافل طبية إلى المحافظات. لما لقيت أنها حركة خدمية وبتهدف إلى فعلا التفاعل مع مشكلات اللي موجودة في مصر على كافة أنحائها، فانضميت ليها وبقيت واحد من الحركة دي اللي هي هدفها خدمة الشعب المصري والشعب العربي بصفة خاصة. جميع الأحزاب اللي هي تربو او تزيد عن ال 94 حزب ما لهمش دور ولا لهم انشطه، فكانت الحركه ديت وسميت باسم حركه وحده الصف المصري والعربي، لان مصر والعرب وحده واحده، والحفاظ على الامن القومي المصري بيبدا من الامن القومي العربي، وعلشان كده تم اختيار هذا الاسم. وحدة الصف المصري والعربي حركة هدفها تكاتف وتعاون المصريين من أجل الوصول بمصر إلى بر الأمان. نهى راضي، الغد العربي، القاهرة. للحديث عن تفاصيل هذه المبادرة يستعدنا أن يكون معنا اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، أمين عام حركة وحدة الصف التي أطلقت المبادرة ورئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق. أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. يعني لما يتبادر للذهن سيادة اللواء مبادرة زي كده بيبقى عمل اجتماعي تطوعي، لكن وجود تايتل زي حضرتك لواء أركان حرب بيديها بعد تاني
وخصوصا كمان لما نضيف حركه وحده الصف المصري العربي. يعني كلمنا يعني ايه هذه التدخلات؟ والله يا فندم ده جاي من اسم الحركه. هي اسم الحركه اسمها حركه وحده الصف المصري والعربي. ليس وحده صف طوائف الشعب المصري بس. احنا البعد ووجودي في هذه الحركه كان بغرض ان احنا بنربط الامن القومي المصري بالامن القومي العربي. جميل. احنا امننا القومي المصري واحد. ده واحد مع الدول العربيه، لان احنا من فتره اللي يقرا التاريخ بيبص يلاقي ان احنا كنا بندافع عن مصر من خارج مصر. من امتى؟ من ايام تحتمس الثالث ومن ايام رمسيس الثاني 1290 قبل الميلاد، يعني من حوالي 3000 سنه، كان في معركة قادش، وقادش دي منطقة في سوريا بين نهر العاصي وبين حمص. شوف احنا كنا لما يجي ان هو يطرد الاعداء ويدافع بيدافع من الخارج. فعلشان كده احنا لابد ان نكون مع الدول العربية، بنكون مع بعض. وعلشان كده برضو حضرتك في هذا السياق كان من ضمن محاور العمل ان يتم لقاءات خارجية بالدول العربية. ده اللي انا عايز اسال فيه. يعني اسم الحركة، تايتل حضرتك او البوزيشن بتاع حضرتك ياخدنا في سكة تانية خالص. هي عمل سياسي، محاولة لرأب الصدع مثلا في العلاقات المصرية العربية. لكن ان يكون الحركة يعني قائمة على بعض الاشياء الخدميه في داخل المجتمع. تمام يا فندم. يمكن هي دي اللي شويه غريبه. احنا عندنا يا فندم حضرتك عندنا فيه محاور كثيره للعمل داخل هذه الحركه. المحاور دي بتتبلور في محور اجتماعي، ان احنا بنجتمع مع الناس، ومش اي ناس، ده بنجتمع مع الناس اللي هم مثلا حلايب وشلاتين او جنوب سيناء او شمال سيناء، الاماكن اللي لابد ان هم يرتبطوا بمصر ويرتبطوا بالام بتاعتهم اللي موجوده. دي نوع من انواع. الحاجه الثانيه ان احنا اطلقنا مبادره اللي هو عاوزين مصر ترجع زي زمان. ترجع ايه؟ ترجع منضبطه، ترجع ان احنا نعمل، احنا بس منتظرين اي زمان. طيب ما هو حددت زمان سياده اللواء، ايش المقصود باي زمان؟ زمان الاول لما كانت الشوارع فاضيه وسط البلد نوي انك تركن صف اول مش صف ثاني. تمام يا فندم. لما تكون المناظر الجماليه مليئه عن يسارك وعن يمينك. تمام يا فندم. احنا عاوزين نرجع مصر لما كانت لها ريادتها. تمام. ولها كلمتها في الدول العربيه وما زالت. طبعا. احنا عاوزين نرجع لهذا التوقيت، عاوزين نرجع ان المصري لما بيحصل فيه الاخلاقيات دلوقتي قلت شويه. احنا عاوزين نرجع هذه الاخلاقيات. وبدات ان هو بعد تولي المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسه الجمهوريه بدا الناس فعلا والوعي الوطني يزيد عند الناس. لدرجه ان طبعا برضو بدون اتصالا بالكلام التنميه الاقتصاديه احنا محور ماشيين عليه، وكان مشروع محور قناه السويس من المحاور اللي هي بتقدر توفر هي فرص هي عمل. نواة اولى لجسد الشرع. احنا كحركه عملنا هي حضرتك. هي اقتصادي اجتماعي ثقافي شبابي. طبعاً. حركة أو منظومة متكاملة في الدولة. تمام يا فندم. كان الأستاذ زين السادات وهو رئيس الحركة له بعد، هذا البعد ان احنا الشباب ده اللي هو نص الحاضر وكل المستقبل لابد ان احنا نستقطبه داخل هذه الحركه. احنا حضرتك عندنا احزاب كثيره جدا ما يربو او يزيد عن 94 حزب. جميل. ما تسمعيش حاجه. لكن هذه الحركه الوليده اللي هي تم تدشينها في بس من مارس خلال هذا العام بدأت تعمل أنشطة. لدرجة حضرتك الأسبوع اللي فات ده كان هناك حركة إن احنا عاوزين نرجع الشوارع نظيفة مثل زمان. شوارع نظيفة. مين اللي بيقوم بالنظافة؟ هم الشباب نفسه. بالإضافة للمسؤولين عن الحي اللي هو حي مدينة ناصر، حي مصر الجديدة، بيجي ويجتمع مع الشباب ويشوف ايه هم عايزين ايه. طب آلية التنفيذ ايه بقى؟ انه بنجتمع احنا بنجمع حضرتك كمان. حضرتك احنا بنجمع الشباب. بنجمع المواطنين في منطقة يوم في الاسبوع مثلا في منطقة عمل اللي هو يومين في الشهر حضرتك. في هذا التوقيت الشباب بيقعد مع المسؤولين، ودي جديدة يعني. ان انت تجيب المسؤول طبعا ويرد على ايش الشكوى، ايش المشكلة، ايش الخدمات الناقصة في المنطقة. نعم يا فندم. احنا ركزنا على محورين، محور التعليم، وكنا مرينا على المدارس وتأكدنا من انتظام العملية التعليمية. بالإضافة إلى دروس في محو الأمية، بالإضافة إلى أعمال النظافة، لأن إحنا اللي هنخلي بلدنا نظيفة وهنخلي بلدنا قوية. إحنا مش منتظرين منح ولا قروض ولا منتظرين أي مساعدات. المفروض الشعب المصري ده هو اللي يساعد نفسه. ده إحنا هقول لحضرتك حاجة. في أيام الأمير عمرو بن العاص كان
في مصر هنا. وكان أمير المؤمنين عمر الخطاب في الحجاز. وكان حصل عام يسمى عام الرمادة. عام الرمادة ده ما فيش فيه جفاف، ما فيش أي مواد غذائية أو أي حاجة. فكلم عمرو بن العاص إن مصر تبعت قافلة، هذه القافلة فيها المؤن والغلال وجميع الغذاء، أولها في الحجاز وآخرها في مصر. شفتوا القافلة؟ طبعاً القافلة ما كانش فيها لا سيارات ولا قطارات ولا طيارات، قافلة بالجمال والدواب والخيول. لدرجة إن قبلها بسنة، وأنا بربط دلوقتي، هربط لسيادتك الحركة والوضع الحالي اللي موجود، إن في خلال أمير المؤمنين لما طلب منه هذه المؤن، طبعاً المسافة طويلة جداً، فقال عاوزين نحفر قناة وسموها قناة أمير المؤمنين. حفروها في قد إيه سعادتك؟ حفروها في سنة واحدة بواسط المصريين، بتربط من خليج السويس لغاية اللي هو من النيل لغاية خليج السويس. القناة دي في سنة. وعلشان كده لو ربطنا هذا الكلام بما يحدث في التنمية الاقتصادية في قناة محور قناة السويس الجديدة اللي هو كان مخطط له 5 سنوات ثم 3 سنوات ثم أصبح سنة واحدة، لأن في سابقة أنه حفر مع أطول منها في سنة في عام، وبأدوات كانت يعني بدائية. أقول لحضرتك يا فندم حاجة، أن إحنا السنة دي هتتقلص إلى 9 شهور بالمتابعة من رئيس الجمهورية ورئيس والهمة كمان ورئيس الوزراء. في همة غريبة، في همة للنهضة، مش غريبة بالعكس، هذا هي جينات الشعب المصري. هم دول المصريين يا فندم. الضمير الجمعي بيشتغل في مصر بشكل مش عادي. الضمير الوعي الشعبي فعلا. الوعي الوطني ان المصريين لما يبداوا يعملوا شهادات الاستثمار، كيف في خلال 8 ايام 64 مليار جنيه الناس يساهموا بيهم. طبعا علشان كده بقول لحضرتك مفيش حد هيبني مصر الا اولاد مصر. اولادها طبعا، واولاد مصر بنركز على الشباب، لان الشباب دول قله اللي بيعملوا مظاهرات زي ما سيادتك عارفين طبعا في الجامعات. جهة في الشوارع قله، جهه مستهدفه، لهم اجندات معينه. المحاور العمل في محاور العمل يا فندم كثيره يعني جدا خلال المبادره دي. تمام يا فندم. الاول حاجه وزي ما ذكرنا حضرتك ان احنا بنجتمع مع المسؤولين ونخليهم يجتمعوا مع الشعب، مع المناطق، مع الناس العاديين اللي موجودين. طيب اي نوع من المسؤولين كمان عشان تكون الامور محدده؟ اول حاجه بنجيب رئيس حي. رئيس الحي، تمام. رئيس الحي ده بيبقى مسؤول، هو السلطه التنفيذيه في الحي كله. في الحي بالضبط. يعني ولناخد مثال مسؤول عن المشاكل، عن تمام. ولناخد مثال اللي هو حي مصر الجديده. تمام. رئيسه الحي استاذه محترمه جدا، نشيطه جدا، هي اللي بتقدر هذا المبادرة من نجتمع معاها ومع ناس في الكهرباء وفي التشجير، لأن احنا برضو لازم الملمح الجماعي. طيب ما رأيك عشان ما نقطعش فكرة المشاهد الآن، لأنه أكيد متحمس يعرف إيش الخطوة الجاية بعد الفاصل. تفضل يا فندم. تفضل حضرتك. بعد الفاصل، السوريات يروين مآسيهن على المسرح. تحدثنا في قبل الفاصل مع سيادة اللواء أركان حرب محمد الشهاوي عن مبادرة عايزين نرجع مصر زي زمان اللي بتقوم بها حركة وحدة الصف المصري والعربي، والحقيقة يعني في محاور كثيرة جدا بتقوم بها الحركة. وأنا عندي قلق، عندي قلق من شي سينار، إنه دائما بطبيعتنا إحنا كشعوب عربية نتحمس وبعدين الهدوء ياخذنا مش عارف لفين. هل مرتبين على اساس المدى الطويل؟ مرتبين على اساس انه يكون في طويلة المدى شويه؟ طبعا يا فندم. الحركه دي فعلا بتختلف شويه عن الاحزاب. انا شايف ان الاحزاب ما فيش حد بيسمع عنها خالص. يعني ممكن لو قلت لواحد قول لنا ايه الاسماء اللي موجوده عندنا في مصر هنا ما يعرفش يعد 3 4 5 ماكسيمم. اللي هم ظاهرين على الساحه او ليهم، بس الاحزاب ليها دور سياسي. الحركه يعني انا زي ما واضح كده من المبادره ان هي دور مجتمعي خدمي. فيها جانب مدني ايضا الاحزاب. احنا فعلا دور اجتماعي، دور بعضه سياسي. احنا كنا برضو عاملين حمله لترشيح وتأييد ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر. بالضبط. لابد ان احنا برضو وتجمعنا وعرفنا نجمع بعض. وفي هذه وكان الاوقات في كتلة بشرية. بنعمل نشوف الانتخابات البرلمانية القادمة، لازم نشوف مين العناصر الصالحة، لان البرلمان القادم هو فعلا الاستحقاق الثالث وهيبقى رهيب. طبعاً. يا اما يطلع مصر فوق، يا اما لو دخلت فيه عناصر توغلت، عناصر اخوانية، عناصر فلول، عناصر ناس بيدوروا على المصالح الشخصية، هتبص تلاقي ان مش هيقوم بالمهمة بتاعته. علشان كده
ان مجلس النواب القادم لابد ان الدوله كلها تكون حاطه قصاد عينيها ان لازم تكون عناصر صالحه، عناصر ما تدورش على المصالح الشخصيه. احنا نرجع للموضوع بتاعنا ان احنا بالاضافه للبعد الاجتماعي اللي بنعمله، يعني مثلا حضرتك هناك دروس محو اميه، احنا عندنا محو الاميه ده وباء طبعا، يعني الفقر والمرض ومحو الاميه دي اللي هي الثالوث الثالوث اللي بيخلي البلد ما تتقدمش، الجهل والفقر والمرض محو الاميه احنا بنعمل دور فيها كبير جدا، بالاضافه للتعليم والاشراف عليه والاتصال مع مدير المدارس وازاي ان احنا مع بعض نقدر ننهض بالمنظومه التعليميه، لان لو لم يكن التعليم هناك جاد طبعاً. لو لم يكن التعليم ان هو يقدر يرفع البلد اذا لا مستقبل للامه، مش كده وبس طبعاً. ده انا هقول لسيادتك سبق هنا ان هو يوم 29/10 ان شاء الله هيكون هناك اجتماع ومؤتمر كبير جدا، هذا المؤتمر بيقول ان احنا عاوزين نخلي الشباب دول نعمل لهم مشاريع انتاجيه ومشاريع استثماريه، وعاوزين نعمل نقول بنك العمل ان احنا الشباب ده، ما هو لو الشباب له شغله وله صح. وظيفة صح. وله مرتب لن يستقطب 100% لن يستقطب إلى جهة خارجية، لن يستقطب إلى لن جهة يهاجر خارجية. هجرة غير شرعية، لن تتخذ منه جهة إرهابية وسيلة عميل ووسيلة طبعا طبعا. إحنا علشان كده إن أنا عاوز أرجع، أنا عارف إن البرنامج بتاعكم ليس برنامج سياسيا، وعارف إن القناة هنا الغد العربي 24 ساعة برامج حوارية وبرامج سياسية، لكن إحنا في مصر هنا أو في مش في مصر، السياسة في كل شيء طبعاً. يعني التعليم سياسة طبعاً. الصحة سياسة، مرض الإيبولا اللي هو منتشر في الوقت الحالي سياسة. سياسة حتى في المبادرة بتاعت حضراتكم اللي هي إزالة مخلفات الشوارع جزء منها سياسة، لأنه لما بتكلم حد عن الانتماء للوطن يقول لك وطن إيه وأنا شايف عينيه يعني أصابع الأذى، التلوث البصري التلوث السمعي، ما عندهش تأنيب الضمير سينار لما يرمي حتى منديل، مش هنقول فعلا زي ما بتقول الأستاذة سينار، فعلا هذا الموضوع مظبوط جدا، السياسة حتى في عملية نظافة المدينة وأن تجعل المكان بتاعك والبيئة اللي أنت عايش فيها لابد أن تكون نظيفة طبعا. أنا شايف أن جهاز شؤون البيئة بيقوم بدور، لكن دوره الأكتر علينا احنا طيب على المصريين. نقدر نقول ان انتم مكملين لبناء العشوائيات ايضا لانها عمليه تكامليه بالنهوض بالوطن، يعني ممكن تكون المبادره بتصب في منطقه اخرى يلا نلونها كمان، كان في مبادره للشباب ما شاء الله عليهم طبعا يعني يا فندم، فكيف بتقدروا تربطوا بين بعض عشان تطلعوا مره واحده؟ والله يا استاذه اسماء هذا الدور فعلا احنا لما جينا نعمل المؤتمر الاول لينا مع هو في مدينه في مصر الجديدة لكن عملناه في منطقة على حدود مصر الجديدة تمام. اللي هي منطقة اسمها الهايك ستيب، المنطقة دي شبه شعبية يعني أو شبه عشوائية، ليست عشوائية لكن كنا بدأنا مرضناش نيجي في الأماكن العامرة اللي فيها العامرة الراقية، بدأنا في المناطق اللي تعتبر قريبة من العشوائية وجمعنا شباب الحي وجبنا بقى حضرتك اللي هو رئيس قسم الحدائق في حي مصر الجديدة تمام. وبدأ يشوف للناس ايه اللي انتوا عايزينه، عاوزين تشجير، عاوزين اللي هو الطريق نعملها بيفنج او سفلتة، بدأنا نشوف نبص نظرة على الطبقات والناس اللي هم الأحوال بتاعتهم وايش احتياجاتهم فعلا احتياجاتهم في هذا الموضوع، بيتكلموا في موضوعات بسيطة جدا تم حلها على أرض الواقع. مين هيمول؟ واخد بال حضرتك الدولة يا فندم بتمول الدولة، الدولة لما بتلاقي سيادتك ان انت مستعدة ان هو لما تزرع لك الشارع او الجزيرة اللي في النص وهتحافظ عليها هيشتغل وهيعملها. بالاضافة طبعا احنا عندنا في الحركة برضو بعض رجال اعمال بيدفعوا فعلا علشان يخلوا الصورة تطلع زي ما سعادتك الصورة تكون لصالح الشعب ولصالح محدود الدخل، هناك رجال اعمال. علشان كده لما بقول لحضرتك ونيجي على البعد الاجتماعي برضه اللي هو مرتبط بالامن القومي طبعاً. وهو مشكله البطاله في مصر صح. مشكله البطاله في مصر لها شقين، شق ان انا ممكن اوفر وظيفه للشاب وما يقبلش بيها، هذا الشاب عاوز مكان يقعد وعاوز مكان يرتاح فلوس كتيره وعاوز يبقى مدير، مش عاوز يشتغل ويبقى في الشارع، لدرجه ان احنا اطلقنا مبادره سميناها جيش التنميه بدل جيش قوات مسلحه ويحارب، لا ده جيش ينمي، وكنا ربطنا وقلنا هذا الجيش، وفعلا احنا ارسلنا للجهات المسؤوله اللي هو الملامح او الخطوط العريضه بتاع هذا المشروع جميل. ايه المشروع اللي هو جيش؟ لكن جيش مش عايزين بس. منه يحارب مش ينمي ولا يزرع يصنع يخش في المحاجر والمعادن، ان احنا قلنا
القوات المسلحة بتدافع علينا، القوات المسلحة المصرية بتحافظ على الأمن القومي، البطالة جزء من الأمن القومي، من الأمن القومي طبعاً. توفير فرص عمل جزء من الأمن القومي، صح. فإحنا قلنا أن الجيش المنتشر ده نجمع الشباب من سن 20 لسن 30 واللي هم يقدروا يعملوا لك المشاكل كلها، وهو اللي ممكن يستقطبوا وممكن يقعدوا على الهواء وممكن يعملوا أنا شايف أن جرائم التحرش دي بتيجي منين؟ بتيجي من واحد فاضي، ثروة بشرية مهدرة، مهدرة ثروة بشرية. إحنا قلنا لو الشاب اللي هو من 20 ل 30 سنة وأي واحد فوق الثلاثين الوظيفة بتاعته يعني ما فيهاش ماتشنج وفي كومبرومايزنج مع مستواه، عاوز يحسن مستواه، قلنا له خلاص بقى ما تشتكيش وتقول أن أنا عاوز أشتغل، تعال إحنا هنشغله، هناخده الأول 30 يوم يتعلم في معسكرات القوات المسلحة عن الانضباط، جميل. عن الولاء، عن الانتماء. الانضباط ده مهم جدا طبعا. احنا المصريين ما مشكله الانضباط ايه؟ الانضباط في كل المجالات بالضبط، انه انتاجيه المصري في النهايه وربما يكون كمان العربي بالنسبه لعدد ساعات العمل انتاجيه محدوده للغايه طبعا، لانه بيصل الى دقائق بالنسبه لعدد ساعات عمل، فانه يتعلم يعني ايه انضباط، يعني ايه انه الاحساس بالوقت طبعا لعمله فعلا، اللويالتي والانتماء والاخلاص للبلد، وخصوصا ان احنا معلش احنا بنربط الاحداث برضو يعني. احنا في هذه الايام في هذا الشهر العظيم شهر اكتوبر للذكرى الحادية والاربعين، بقى انا 41 سنة، وعلشان كده كنت عملت مؤتمر وقلت الشباب اللي موجودين حاليا اللي عنده 20 ما حضرش الحرب ولا اتولد بعد الحرب طبعًا. 20 سنة والده موجود وجده موجود، هم اللي حرروا الارض وبذلوا الدم والغالي والرخيص علشان نعبر، ما كانش لهم مصالح شخصية بالمرة، صح. كان كل واحد عاوز يرفع رأس مصر ويرفع رأس العرب ويكسر نظرية الأمن الإسرائيلي طبعا. الذراع الطويلة اللي كسر هذه الذراع، قلنا بقى عاوزين نستلهم روح أكتوبر اللي حصلت ديك بالعمل دلوقتي، إحنا عملنا وحققنا انتصار وعبرنا واقتحمنا وحققنا، انا عارف انتم مش عاوزين سياسه نحافظ لا 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 بحطكم برضه في السياسه مش عايزين سياسه، ما هو انا كلنا سياسه دي هي دي اللي هتخلي فعلا الشاب يوطي على الارض يجيب الورقه اللي على الارض لانه عنده حس ان البلد هو ده حضرتك انا وظيفتي في الحركه اللافتات اللي بتعلقوها في الشوارع ايضا ايه مضمونها تمام يا فندم انا وظيفتي في الحركه ان احنا عاوزين ننقل الروح ديت الروح الوطنيه وان احنا نستلهم روح اكتوبر في 73 في الوقت الحالي طبعًا. في الشغل بتاعنا ان احنا نعمل ونجتهد، احنا عندنا زي ما حضرتك بتقولي وقت العمل الفرد 27 دقيقه والباقي بيقضيه في المواصلات وفي التزوغ والشاي والى وخلافه، في اوروبا وفي اليابان الفرد بينتهي لو ما اشتغلش لو ما بيحس بالسعاده، احنا عاوزين بقى نرجع مصر لهذا العمر. احنا في الوقت الحالي برضو وحضرتك بتسالي عن ان احنا بنعمل ملصقات ملصقات دعائيه كثيره، هذه الملصقات الدعائيه محطوطه في الشوارع الرئيسيه وبكثافه لدرجه مثلا ممكن 500 لائحه او 500 لوحه اللوحه دي بتتكلم عن اللي هو المعايير اللي احنا لازم نحافظ عليها مثلا استهلاك الكهرباء، احنا عندنا مشكله في الكهرباء طبعا. لكن الحمد لله دلوقتي بدات ان الكهرباء تمشي في التراك وبقت منتظمه، عندنا مشاكل في الكهرباء ازاي ان احنا نقتصد في استهلاك الكهرباء في الاستهلاك طبعا، ازاي ان احنا لا نعبث بالاسلاك الكهرباء اللي موجوده في الشارع، ازاي ان الاكشاك اللي موجوده في الشارع ما تبقاش مثلا تاخد بدون دفع من هذه الكهرباء وتبوظ سرقه التيار او يبقى اول حاجه بالنسبه للكهرباء والاقتصاد المرور وبالنسبه للمرور بالنسبه للميه اقتصاد الميه نقطه الميه بتساوي حياه، وخصوصا ان احنا عندنا دلوقتي مشاكل في الميه، الميه دي مش مكافيه للاستهلاكات بتاعتنا، لكن الدوله مش بس ساكته، الدوله بتشتغل على محاور لا كثيره وجميل جميل اللي هو محور سد النهضه المياه الجوفيه مبادره بكل انه الدوله تشتغل على اتجاه واحنا كمان نوعي الشعب باهميه وايضا اراده المدنيين والاحزاب والمجتمع المدني عليه دور كبير، فبجد ليكم التوفيق ان شاء الله تكون مبادره مصريه مصريه ومصريه عربيه باذن الله يا رب ان شاء الله تبدا هي النواة الأولى، دائما مصر هي السباقة في كل خطوات التقدم والازدهار، بالتوفيق لكم، كان بودنا نطول معكم بس حاولنا بقدر الإمكان نقل هذه المبادرة بإذن الله. أنا بشكركم نعم تفضل نتمنى طبعا انه كل التوفيق للمبادره دي وانه فعلا الروح ترجع تاني، لان هي مساله ايقاظ ضمير
إيقاظ روح، إيقاظ وعي في المجتمع، حب الوطن. أنا والله بقى أنا بشكركم وبشكر لقناة الغد العربي على إن هي تعرض للشعب المصري وتعرض له اللي هو حركة وليدة بتقوم بهذا الجهد، وبشكر من خلال سيادتك اللي هو رئيس الحركة زين السادات والسفير محمد العرابي قايم بدور كبير جدا في هذه الحركة. عندنا قمم عبد الوارث يعني هو الشكر موصول للجميع من اكبر مسؤول الى اقل شخص، ومش مش كلمه اقل بمعنى التقليل، الى اقل حد بذل مجهود في هذه المبادره. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء اركان حرب محمد الشهاوي، نورتنا وشرفتنا، وكل التوفيق. شكرا يا فندم ليك وللساده المشاهدين. شكرا لك. هننتقل الى من معاناه اجتماعيه او مجتمعيه الى معاناة خاصة بالمرأة السورية اللي عانت كثيرا نتيجة الأحداث اللي شهدتها البلاد ده هناك، وطبعا كل بقعة من الوطن العربي موجوعة للأسف الشديد، ولكن المآسي تتباين فعلا من دولة إلى أخرى. فعلا عرضت هذه المآسي على خشبة المسرح في الأردن من خلال نساء يروين واقعهن الذي شهدوه وعاشوه. تعالوا نشوف التقرير. كثيرا ما يجسد الفن معاناة الإنسان، وقد يستخدم المبالغة أحيانا، لكن ما تشهده سوريا من قصص يفوق كل ما جسده المسرح والسينما، والقصص الحقيقية التي عايشها السوريون لن يصل لها خيال الكثير من المؤلفين. أنا كنت متمني ودعك بس ما قدرت لأني طلعت بسرعة حتى بدون جوازات سفر. أنت بتعرفي وضعنا، كان جوزي مصاب واضطرينا نطلع تهريب. الحمد لله بعد ما عانينا كثير وصلنا بخير وسلامة. كانت رحلتنا صعبة، مرضنا وتعبنا، مشينا ليلة ونهار بالصحراء حتى وصلنا وأخذنا الجيش الأردني على المخيم. ملحمة نساء طروادة الشهيرة تم تحويلها للعربية على هذا المسرح بالأردن. البطلة ليست من ممثلات السينما، بل هي بطلة لقصة حقيقية ترويها هي وزميلاتها اللاجئات السوريات في الأردن. والغصة اللي بقلبي صورة زينب وبتول توأمي لما كانوا قاعدين فيها مقابيل بعض ولابسين تنانير مكشكشة، كانوا بيطيروا العقل. والله يا رشا كل ما قعدنا أنا وجوزي نتذكر البيت ببكي واتحسر على أحلى أيامنا اللي عشناها ببيتنا. رجعنا معهم باستخدام قصصهم الشخصية، باستخدام أفكارهم، باستخدام مخيلتهم، رجعنا عملنا بناء جديد للنص الإغريقي القديم بس بطريقة معاصرة، بحس حكي عن الوضع بسوريا أكثر. أنا أول ما سمعت بأنه في مشروع هيك، مو أنه يبحث عن الفن ولا شيء، نحن بدنا نوصل صوتنا للعالم شو صار معنا، نحن النساء اللي عانينا بداخل سوريا وطالعين، مو كل النساء رح يتجرأوا يحكوا شو صار لهم بسوريا. فريق العمل بهذه المسرحية سيسافر لتقديمها بعدد من البلدان مثل سويسرا، والأهم أنها رسالة بلغة الفن، اللغة التي يفهمها الجميع وتصل مباشرة إلى القلب. يعني الله لكل نساء العالم. هنطلع فاصل قصير بعد نرجع. بعد الفاصل النور والطبيعة، معرض جديد لزينب عبد العزيز. جولة سريعة في أبرز عناوين ومنشطات الصحف العربية. أهلا بكم مشاهدينا في جولة جديدة مع الصحافة العربية، والتي نبدأها من صحيفة البيان الإماراتية التي كتبت تحت عنوان الجيش الليبي يدحر فجر ليبيا غرب طرابلس. قتل 23 شخصا على الأقل في بنغازي بشرق ليبيا في معارك عنيفة وهجمات إحداها انتحارية، لترتفع بذلك حصيلة الهجوم الذي يشنه منذ الأربعاء الماضي اللواء المتقاعد خليفة حفتر على الميليشيات المتشددة في المدينة إلى 57 قتيلا، في وقت بات الجيش الوطني الليبي على مشارف العاصمة طرابلس بعد دحر ميليشيات فجر ليبيا من مناطق في المدينة وسط نداءات لوقف العنف. وننتقل إلى جريدة السفيرة اللبنانية التي نقرأ منها مقالا بعنوان عين العرب تشهد أعنف جولات القتال في أعنف موجة من المعارك التي شهدتها مدينة عين العرب الكردية السورية.
تتواصل حرب الشوارع بين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش الذي يحاول منذ أكثر من شهر السيطرة على المدينة ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الذين يقاومون بدراوة مدعومين من طائرات الائتلاف الدولي التي تواصل غاراتها على مواقع التنظيم الإسلامي المتطرف. وأفادت مصادر من داخل مدينة عين العرب والمرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم أفادت أن المدينة شهدت أعنف قتال منذ أيام الليلة الماضية فيما هاجم تنظيم داعش المقاتلين الأكراد بقذائف موريتور وسيارات ملغومة فيما سجل تنظيم داعش تقدما جديدا في العراق خلال الأيام الأخيرة في مواجهة القوات الحكومية العراقية. وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن الطائرات الأمريكية شنت يومي الجمعة والسبت 15 غارة على مواقع للتنظيم في سوريا وعشر غارات أخرى على مواقعه في العراق. ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي كتبت تحت عنوان مقتل 7 جنود مصريين بانفجار في سيناء. قالت مصادر أمنية مصرية إن 7 على الأقل من أفراد الأمن قتلوا وأصيب 5 آخرون في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة تابعة للشرطة جنوب مدينة العريش بشمال سيناء الأحد. وأضافت المصادر أن مسلحين مجهولين وضعوا عبوة ناسفة على الطريق بمنطقة السبيل جنوب العريش وقاموا بعملية التفجير عن بعد. ونقل المصابون لمستشفى العريش لتلقي العلاج بينما قامت قوة الأمن بتمشيط المنطقة بحثا عن الجنات. أما عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني فنقرأ من صحيفة القبس الكويتية التي كتبت تحت عنوان مشاريع فلسطينية تسابق الزمن لإيواء أصحاب المنازل المدمرة قبل حلول الشتاء. مع اقتراب فصل الشتاء والدخول في أجواء المنخفضات الجوية التي أعلنت عنها الأرصاد الجوية الفلسطينية قبل أيام، يعيش الفلسطينيون أصحاب المنازل المدمرة جزئيا أو كليا لحظة ترقب وانتظار هي الأولى بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وتحتاج المنازل المدمرة كليا وجزئيا إلى الإسمنت وبعض مواد البناء لترميمها من نوافذ مهشمة وجدران مهدمة بعد 51 يوما من حرب إسرائيلية أسفرت عن تدمير نحو 9000 منزل بشكل كامل و8000 منزل بشكل جزئي في مختلف أنحاء قطاع غزة وفق إحصائيات أصدرتها وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية. وننتقل إلى صحيفة مصر اليوم ونقرأ منها تفاصيل لقاء البشير بالجنزوري وشرف وموسى وفايق والبدوي. استقبل الرئيس السوداني عمر البشير في مقر إقامته بقصر القبة شخصيات سياسية وحزبية الأحد وهم كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق وعصام شرف رئيس الوزراء الأسبق وعمر موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق ومحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسيد البدوي رئيس حزب الوفد. وناقش معهم الرئيس السوداني العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في منطقة القرن الإفريقي. وقال عمرو موسى إن اللقاء تطرق إلى العلاقات المصرية السودانية العميقة بأبعادها ومستجدات الوضع في منطقة القرن الإفريقي، مضيفا أن الحضور أكدوا ضرورة دعم العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين للعودة إلى طريق التكامل والتعاون المشترك في جميع المجالات. مشاهدينا انتهت بذلك جولتنا مع الصحافة العربية، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. موعدنا الآن مع معرض قدمته الفنانة زينب عبد العزيز وهو المعرض الأول مش الأول ليها على الإطلاق لكن الأول ليها بعد انقطاع 9 سنوات. قدمت مجموعة من أحدث أعمالها والحقيقة كان أبرز مظاهر هذا المعرض أو أبرز مظاهر الأعمال هي الطبيعة اللي ظهرت بقى بأشجارها أشجارها أيوة أشجار. أهلا وسهلا. ما افطرناش اليوم ما افطرناش اليوم لا واللغة العربية ما شاء الله ما شاء الله. طب المعرض تعود فيه المشاركة إلى الحركة التشكيلية المصرية بعد غياب طويل دام نحو 9 سنوات فعلا حيث كان آخر معرض للفنانة هو 50 عاما من الإبداع في 2005. تعالوا نشوف.
بعد غياب دام قرابة 9 سنوات أطلت الفنانة التشكيلية المصرية زينب عبد العزيز بالنور والطبيعة، وهو معرض فني جديد أقيم في القاهرة يضم أحدث أعمال الفنانة التي تتخذ من الطبيعة وجمالها موضوعا للمعرض. معرض النهاردة الحقيقة معرض يعني يدعو على البهجة الشديدة، هو احتفاء جميل بالطبيعة وبتستقبلنا الورود، بتستقبلنا المناظر الطبيعية، بتستقبلنا بعض مشاهد من النيل، بتستقبلنا بعض مشاهد طبيعية من دول أجنبية، إنما في الآخر كلها بيتفق على فكرة الاحتفاء بالطبيعة. بحب النور، وبحب النور المنبثق من الداخل، يعني إن تحس إن الحاجة منورة، منورة بذاتها، ومش أنت منورة حاجة فيها بتحل. وأفتكر دي واضحة في كل اللوحات وفي كل الألوان في كل شغل، يعني من أول ما بدأت أرسم ودي كانت ظاهرة لفتة باينة. يعني هو ممكن أقول لك حاجة، مثلا لوحة مميزة بتاعت عباد الشمس فيها تجربة غريبة، إن الباك جراوند أنا بعتبره فور جراوند، والزهرة اللي هي نص باينة اللي هو أصلا الفور جراوند، الباك جراوند طغي عليها، إن عينك بتروح بتسيب الزهرة الأولانية وبتبص على المجموعة الخلفية. 50 عاما من الإبداع، كان هذا آخر معرض لزينب عبد العزيز في عام 2005، فلظروف صحية اضطرتها لمغادرة البلاد توقفت مشاركاتها الفنية، لكنها عادت بتفاؤل يتمثل في نور الطبيعة داخل الحقول والأزهار الجميلة في معرضها الجديد. اللوحات اتقسمت طبعا تناسق ألوان وتناسق للأحجام ومواضيع، بمعنى ان احنا في بعض اللوحات بتحتاج الى بعد نظري كبير علشان تبان اللوحة، وفي بعض اللوحات يعني مش محتاجة. الفنانة التي ناهز عمرها 79 بدأ شغفها بالفن التشكيلي منذ سن 10، وقامت أكثر من 50 معرضا في بلدها الأم مصر، وفي فرنسا ولندن وأوغندا وبلغاريا وبولندا، وتعتبر من أهم الفنانين الذين قاموا بإثراء الحركة الفنية بمصر. ساريا ياسين، الغدو العربي، القاهرة. حلو أن يكون في جانب مشرق، بدأنا نطلع من الألوان القاتمة واللون الواحد إلى مجموعة ألوان. لا أخذت بالك أن الألوان فعلا اللي هي الألوان الساخنة منورة معظم. فعلا هي منورة بنفسها، مش محتاجة. أيوة إضاءة. هي أجمل عبارة فعلا اتقالت، النور اللي من الداخل. يا رب كلنا كده نكون منورين من الداخل، إذا ينطبق ده على الحجر وينطبق على البشر. يعني كان في تحذير في الاقتصاد في الكهرباء وبعدين السينار. لا بس ما هو نور داخلي بقى، مش محتاج كهرباء. نور داخلي وخارجي. خلينا نشوف أبرز عناوين الصحف العالمية. يا رب. مرة أخرى أحييكم. نبدأ جولتنا في الصحف الدولية من جريدة انترناشنال بزنس تايمز البريطانية، التي تحدثت عن الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وتحت عنوان عباس يطالب الفلسطينيين بنصرة الأقصى ومنع المستوطنين من دخوله. حيث قالت الصحيفة: الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدأ اتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد الاقتحامات اليومية التي يقوم بها المستوطنون للمسجد الأقصى. ونقلت الصحيفة عن عباس تأكيده أن ملف القدس الشرقية له أولوية على الأجندة الفلسطينية، كما تعهد بعدم السماح للمستوطنين بالعبث في المسجد الأقصى، واعتبر أنهم يسعون من خلال اقتحاماتهم لتقسيمه زمانيا ومكانيا. وبدورها حثت الصحيفة الإدارة الأمريكية بالتدخل لمنع تنامي الأزمة في القدس الشرقية ومنع التداخلات والممارسات الوحشية التي ينتهجها جيش الكيان الصهيوني، خاصة بعد قتلها شابا فلسطينيا مساء أمس. انتقالتنا التالية إلى صحيفة واشنطن بوست، وعن الأوضاع في العراق قالت الصحيفة تحت عنوان: حزب مدعوم من إيران يتولى حقيبة الداخلية العراقية. قالت الصحيفة إنه بالرغم من تجنب رئيس الوزراء العراقي حيدر آل عبادي إسناد وزارة الداخلية إلى كتلة بدر المقربة من إيران، خاصة أن هذا الأمر قد يعرض خطته لإدارة البلاد إلى الخطر، إلا أن الأمر انتهى إلى تعيين مرشح كتلة بدر في هذا المنصب.
وعن الوضع في العراق أيضا نشرت صحيفة نيوز ويك عن أسباب العنف وتحت عنوان تقرير للأمم المتحدة يؤكد أن عقوبة الإعدام العشوائية تذكي أعمال العنف في العراق. نقلت الصحيفة تقريرا للأمم المتحدة أكد أن السلطات في العراق تنفذ أحكاما بالإعدام جائرة ومعيبة ولا تؤدي سوى إلى إشعال العنف، مضيفة أن القضاة العراقيين غالبا ما يصدرون أحكام الإعدام اعتمادا على أدلة من اعترافات في موضع شك أو مخبرين سريين تدين المشتبه بهم غير العارفين بحقوقهم، وربما يعذبون ولا يكون لديهم دفاع حتى وصولهم إلى المحكمة. وقالت الصحيفة إن أحكام الإعدام في العراق تبدو مجرد رد فعل أو انتقام بعد عمليات العنف أو التفجيرات التي تشهدها بغداد والمحافظات، ولا تبدو رادعا لمذنبين حقيقيين. ننتقل إلى صحيفة الجارديان البريطانية وتحت عنوان الجهاديون لا يمكن اتهامهم بالخيانة. انتقدت الصحيفة إعلان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند المتمثل في استخدام قانون الخيانة لسنة 1351 لتوجيه اتهامات لبريطانيين أعلنوا الولاء لتنظيم داعش، وقالت إنه ليس الخيار الصائب للتعامل مع هؤلاء الجهاديين بقوانين تعود للقرون الوسطى. وحذر مدير المركز الدولي لدراسة التطرف البروفيسور بيتر تومان من النهج الذي تتبعه بلاده في التعامل مع المجاهدين، وذلك من خلال سجنهم واتهامهم بالخيانة. وقال إن هذا الإجراء مصيره الفشل ويسهم في جعل الأمور أكثر صعوبة بشأن إيجاد إرهابيين محتملين. وقال أيضا إن بريطانيا بحاجة إلى استراتيجية مختلفة للتعامل مع العائدين من مناطق الصراع في العراق وسوريا حتى لا يتم تحويلهم إلى أبطال. من جهتها نشرت صحيفة ساندي تايمز البريطانية مقالا لجيمس روبن مساعد وزير الخارجية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون تحت عنوان الضربات الجوية والانتظار لا يضمن الانتصار في المعركة ضد داعش، حيث قال روبن إن البيت الأبيض يقوم بشراء الوقت بغية تدريب قوات المعارضة السورية المعتدلة والقوات العراقية، وهو جهد سيستغرق عامين كاملين، مضيفا أن الانتظار كل هذا الوقت لا يمكن معه إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش. وأشار روبن إلى أن التحالف الدولي ربما يكون أجبر تنظيم داعش على التراجع في مدينة عين العرب كوباني في سوريا، لكنه يتقدم في محافظة الأنبار في العراق، لافتا إلى أن التحالف لم يخسر ولكنه أيضا لم ينتصر. مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة، انتهت فقرة الصحافة العالمية وإلى اللقاء. نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع. بعد الفاصل العلماء يستهدفون علاجا ذاتيا للسكري. السكري مرض العصر، لهذا يجتهد العلماء للكشف عن علاجات جديدة وحديثة لهذا المرض من هذه الأشكال العلاجية الخلايا الجذعية، وهي فكرة واعدة قابلة للتطبيق في المستقبل، ولكن العلاج بهذه الطريقة الآن ما زال بحاجة لمزيد من البحث ليكون فاعلا. علشان كده فعلا أول جملة قلتيها أن السكري هو مرض العصر. ليه مرض العصر؟ لأنه مش معناه أنه هو مكتشف في هذا العصر فقط ولكن هو قديم، لكن بما أنه مزمن، بما أنه لم يتم اكتشاف العلاج الجذري ليه، إذن هو مازال مصاحب لينا كمرض. طبعا بعض يعني اكثر الاطباء تفاؤلا بيقولوا انه مرض السكري هو صديق 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 لازم تحذر منه، تعامله بادب، ما تطولش عليه. هو ده يمكن اقصى الطموحات، ان يتم ان يكون المرض تحت السيطره، يكون صديق قادر ان انت تتعامل معاه. لكن حتى الان ما زالت الابحاث تجرى علشان يتم اكتشاف العلاج الجذري، ربما يكون فعلا في الخلايا الجذعيه يعني بصيص امل. خلينا نتعرف على هذا الموضوع من خلال يعني إحدى الأطباء المتخصصات في هذا المجال، لكن في البداية نتابع هذا التقرير. يعاني الكثيرون في العالم من مرض السكري ويشكون من إصابتهم به وكيفية التعامل معه.
حيث تشير المراكز الصحية العالمية بأن هناك أكثر من 245 مليون شخص مصاب به حول العالم، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال 20 عاما القادمة لتصل إلى 380 مليون مصاب. نصيب الدول العربية منها يبلغ 11% من نسبة الإصابة، وتعد الكويت ولبنان وقطر والسعودية والبحرين والإمارات من بين أكثر 10 دول في العالم ينتشر فيها السكري نسبة لعدد السكان. لذلك تعكف المراكز البحثية والعلمية على محاولات للوصول إلى علاج لهذا المرض. وخلال السنوات الماضية ظهرت العديد من التجارب مروراً بمضخة الأنسولين والجيل الثاني من الأنسولين، حتى كشفت دراسة علمية حديثة عن طريقة جديدة يمكن من خلالها القضاء على مرض السكري من خلال زرع خلايا تنتج الأنسولين تلقائياً في جسد الشخص المريض. وقالت الدراسة التي أعدها علماء في جامعة هارفارد الأمريكية إنه أصبح من الممكن إنتاج كميات من خلايا البنكرياس عن طريق مفاعلات صناعية، ثم يتم زرعها في جسد المريض لضمان ألا تتعرض لهجوم وقائي. ويأمل العلماء أن يشكل هذا الاكتشاف علاجاً جديداً ليس فقط لنوع مرض السكري الذي يعاني منه الأطفال، وإنما للنوع الذي يعاني منه كبار السن أيضاً. يا رب الشفاء والعافية لكل الناس. معنا الدكتورة هلا عيسوي، استشاري أمراض البطن والسكر والسمنة. صباح الخير والعافية عليك. أهلا وسهلا دكتور. حبدأ من التايتل بتاع حضرتك، البطنة والسكر. أوكي، السمنة، ارتباط السمنة بمرض السكر. أحيانا بنلاقي حد عنده السكر فوزنه بيزيد بشكل كبير جدا، وحد تاني عنده السكر تلاقيه بيخس جدا نتيجة السكر. سؤال حلو فعلا. بصي، هو السكر النوع الثاني اكتر مرتبط بالسمنه، يعني سببه الرئيسي السمنه، غير النوع الاول من السكر ده بسبب حاجه جيناتكس، يعني هو نقص في الانسولين اصلا. فالنوع الثاني لما العيان بيزيد الوزن بتاعه ممكن يجيله السكر. عشان كده احنا بنقول ان اللايف ستايل مهم قوي في مريض السكر النوع الثاني، ان هو ممكن السكر يخف ويستغنى حتى عن الدواء لما يغير نظام الحياه. اوكي، السؤال بقى بتاعك ان هو ليه في الاول بيزيد وزنه بعدين لما بياخد في الاول لما بيبقى سكره مش مظبوط بيطلع السكر، فبيطلع الانسولين قوي. فلما بيطلع الانسولين قوي اسمها هايبر انسولينيم، يعني السكر اعلى من العادي. طب الانسولين ده بيعمل ايه في الجسم بتاعي؟ ده لايبوجينيك، يعني ايه؟ بيحوش الدهون. دي عيب الانسولين، ان هو لما بيعلى قوي بيزود الدهون، بيحوشها في الجسم في مناطق معينه، فتلاقي العيان زاد وزن. بعد كده لما يبدا بقى يظبط السكر بتاعه وياخد الانسولين بتاعه والجرعات تقل، ياخد بقى ايه، يبدا وزنه ينزل شوي. فيعلى بقى السكر، ما بيعلاش الانسولين زي الاول. فيبقى عنده السكر يعني عالي. يعني هو مرض السكر مرتبط بانه الانسولين كمان في الجسم بيبقى زياده؟ انا تصوري ان هو بالعكس بيبقى عنده نقص في افراز الانسولين. ما هو لما بيعلى بقى السكر في البدايه قوي بيعلى الانسولين معاه، بيعلى في الاول معاه قوي. لان عمليه اضطرابيه، هو لسه مش فاهم ايش المفروض اعلى ولا اقل. الفكره ازاي بتاعه السكر عشان نفهمها اكتر، ان هو العيان بياخد حاجه فيها سكر، بيتحول السكر ده لجلوكوز الجي، فبيمشي في الدم. طب ده عايز ادخله جوه السل، جوه الخليه، عشان الخليه دي تستفيد منه يديني الطاقه ان انا اعمل بيها اي مجهود. طيب دلوقتي عشان الجلوكوز اللي ماشي في الدم ده يدخل جوه الخليه، انا محتاجه ايه؟ انسولين. محتاجه الانسولين زي المفتاح، يفتح مفتاح يفتح فيه، بيبقى فيه بيدخله بكميه محدده. بالظبط، بكميه محدده. طب اذا ده قليل الانسولين خلاص، يبقى الجلوكوز فين؟ السكر علي، الجلوكوز يروح بقى يترسب في اي حته موجوده في الجسم، اي عضو من الاعضاء يترسب فيه، يعمل بقى المشاكل بتاعه السكر. السكر ايه بقى مشاكل السكر؟ مضاعفات. في اهم حاجه في الاوعيه الدمويه بيحصل، بيجي في عندهم امراض القلب، السكته الدماغيه. بس يعني مش عايزه اخد الناس قوي، اذا انا تعايشت مع السكر زي ما سمعت المقدمه قلتوها مش هيبقى عندي المشاكل دي. هتعايش، هصاحبه، هيبقى كويس خالص. ممكن يروح لو هو النوع الثاني، ممكن فعلا بالرياضه وان انا اخسس وزني ان هو فعلا ان هو يتظبط ويبقى قليل وما يحصليش اي مشاكل، او في العين او في الاطراف. النوع الاول من النوع الثاني ازاي نميز ما بينهم، وازاي المريض تحديدا يبقى عارف ده؟ هو النوع الاول بيبقى في الصغيرين، ملوش سن، بيجي لغايه سن مثلا 30 سنه او ده يبقى نوع اول. يبقى عنده في حاجه جينات، مثلا تعرض لفيروس انفكشن، التهاب، حاجه جينات، ان هو طبيعته كده الخلايا اللي بتطلع الانسولين من البنكرياس
مش موجود. مش موجودة. دي حاجة دي حاجة جينات. ده لازم اعوضه بانسولين. فانسولين حقن. من بره لازم. اوكي؟ تمام. النوع التاني ده ان هو فيه حصل ريزيستنس مثلا سبب السمنة مثلا. فبقى الانسولين مش مؤثر في الخلية مش عامل شغله. بيفرز ولكن بنسبة مضطربة. أيوه انا استهلكته. انا مثلا عمالة اكل سكريات وسكر احادي. عارفة لو اخدت السكر اللي هو المعقد بتاع الفاكهة هيبقى اوكي. هياخد وقت يعني مش هيعمل الارتفاع مش هيخلي الانسولين يعلى والكميات لكن لما اخد السكر السهل اللي هو في الحلويات وده اللي بيعمل هو ده المشكله عماله استهلك في الانسولين هيقل هيجي على سن 40 سنه 45 سنه خلاص الاقي مش ما عنديش انسولين مش مكفيني بالظبط ارجع اعمل دايت اظبط اكلي يبقى الحبه اللي عندي دول ممكن يكفوني هل بس لان في اعتقاد شائع انه مش بس الافراط في اكل السكريات يجيب سكر ده كمان عدم السكر خالص ان حد يكون طول الوقت ماشي على دايت يعني بيحذروا الناس لما تمشي على دايت قاسي انه ما دخلش السكر خالص ان ده ممكن فعلا يعمل اضطراب في افراز الانسولين وبالتالي يجيب يرجع ياخدوا فعلا سكر معقد ياخدوا في الفاكهه يعني ما لا يعني اللي يقلل من السكر خالص وما دخلش السكر جسمه خالص معرض ان يجي له سكر لا مش معرض لا هيجيله منين هو لازم ياخد السكر لازم يعني لازم اخد الكربوهيدرات والبروتين والنشويات اخد برضو السكر اخده يمكن سؤال سينا دكتوره انه هل الانسان اللي معتمد دائما في اكله انه لازم يحلي بياكل حلويات بشكل كبير انه بيجي لو فاكهه ممكن يجي له مرض السكر لا في الحلويات لا الا اذا كان بقى عنده حاجات ثانيه عنده استعداد لكده زياده ما بيعملش رياضه ممكن يجيله سكر ما هو برضه مش السكر هو بيسبب زي ما قلنا والتدخين الكتير كل ده عوامل بتبوظ الخلايا بتبوظ الجسم عموما طيب ليش يا دكتوره منتشره هذه الايام السكر بين الاطفال بشكل ملعب وبيجي بالثاني هو اللايف ستايل يعني مش الاول طول كمان. النهار غير زمان زمان ما كانش عندنا دلوقتي روحي خرجي اي حته هتلاقي الولاد قاعدين عاملين ايه ماسكين الايباد ماسكين مفيش حركه مفيش رياضه في سمنه في جانك فود في اكل من بره كتير اكل معلب كل الحاجات دي عوامل ساعدت ان الاطفال يجي لها في سن صغير في امل انه لما يكبر شويه بيتحول من النوع الاول للنوع الثاني بيتحول للنوع الثاني بس هو لو ظبط اكله اللي هو سبب السمنه ممكن ان هو يرجع طبيعي ويعمل رياضه في اطفال مش سمينه يعني مش تخينه وما ده بقى اللي هو النوع الاول يبقى ده كده يصنف تحت النوع الاول وده ملوش جينيتكس لا ملوش ليه بس ان نتعامل معاه اتعامل اديله لازم انسولين مش هيعيش من غير انسولين من بره ولما يكبر ممكن لا يمشي هو خلاص عمره على ده خلاص ده مش على الانسولين طيب مفيش بقى لا لايف ستايل ولا حاجه النوع الثاني هو اللي ممكن ثوره الخلايا الجذعيه عرفنا تطوراتها ومن وقت للاخر تكتشف فيها جانب علاجي اخر غير قصه اذا كانت هناك امراض مستعصيه وصل فيها شيء الان لمرض السكر ولا لسه في بصي هو الموضوع ده لسه هوب امل لسه عندنا امل هو ايه فكره الخلايا الجذعيه ان هي خلايا انا باخدها من المشيمه او من اجهاض بيبي بياخدوا منه الخلايا دي المفروض بحطها في اي مكان بتطلع على حسب المكان اللي انا حطيتها فيه تطلع الخلايا دي يعني حطيتها في الكبد تديني خلايا كبد ما هي دي البدايات بتاعت المشيمه دي مش هي البدايات طبعًا. اللي هي الخلايا اللي بتصنف الكبد الكلى فانا ما بحطها في المكان اللي عندي فيه مشكله هي بتطلع نفس الخلايا دي يعني خلايا أنا عندي سليمة. مشكلة في البنكرياس او في البيتا سيلز بتاعت البنكرياس فانا احطها في البنكرياس واقعد اتفرج اشوف هتعمل ايه تبدا تجدد نفسها تديني وتجدد نفسها بس الموضوع ده موضوع كبير قوي اصل في كلام عن انه خلايا جذعيه بتتاخد من الدم فصل البلازما والخلايا الجذعيه ده حقيقي ولا لازم فعلا من المشيمه المصدر بتاعها من المشيمه او زي ما قلنا من اجنه من الاجهاض دوت بناخد الخلايا دي وهو في المشيمه فيها نوعين بتعيش لا ما هي بقى دي مشكلتها دلوقتي ايه مشكلتها اللي ممكن نلاقيها قدام ان انا مش هعرف اعمل كنترول على الخليه دي طب انا حطيتها في المكان مش عارفني انها مش هتقعد مش بعد 10 سنين تعمل بعد الشر مرض السرطان مثلا ما هي عماله خليه انا مش عامله كنترول عليه انا حطاها وهي عماله تنمو لا فكره المشيمه نفسها انه يعني واحده ولدت مثلا فتحتفظ بالمشيمه بتاعتها علشان خاطر يعني ايه تجنبا لاي شيء بعد كده يشيلوها لازم تجمدها قد ايه في حاجات معينه وثلاجات إيه؟ لا ما هو انت لو لقيتي اماكن الحفظ موجوده ممكن تقعد ودي لسه مش موجوده برضو عندنا هنا موجوده بره ليها تكنيك صعب جدا ان انا ازرعها اصلا واحطها في المكان ده او ان انا احفظها ده تكنيك
عالي جدا لسه احنا هنا ما وصلناش ليه، بس اتس هوب امل ان هو الدنيا تتظبط وفعلا ان احنا نخلص من الموضوع دوت ونخلص كمان من اللغط المثار حواليها، لانه الحقيقه بقى كل حاجه دلوقتي بقت مسار للنصب، يعني يقول لك حصل علاج الحياه علاج بالخلايا الجذعيه، وحضرتك بتقولي انه لا الابحاث ما في المجال ده ما زالت لسه ضعيفه جدا، وحتى لما تتعمل بره مراكز التجميل كلها شغاله على الخلايا الجذعيه في الشعر بقى بيقول لك انا بعمل عمليه هذا حقيقي موجوده ولا موجود ولا لا في الشعر وكده اوكي، لكن في الاعضاء الكبيره زي الكبد والكلى والبنكرياس لا في الشعر يعني هيحطها يطلع حبه شعر ما طلعش مش هتخف عليها حاجه، لكن في الحاجات اللي هي الميجر اورجنز زي دي هتبقى مشكله يعني. طيب في عندنا بقى حاجه ثانيه اللي هو الانسولين بامب ديت برضو جديده للخلايا مضخه الانسولين دي زي جهاز بيركب وليه انبوبه وليه ابره، فانا بعلقه في المريض وادخل الابره دي واعملها ببلاستر على الجلد ويفضل ايه يضخ الانسولين على الجرعه وعلى الاحتياج وعلى بالظبط كده. دي حاجه كويسه قوي هم شغالين فيها بره، بس هنا محتاجه قدر عالي من التعليم من التعليم. طيب احنا ضروري نتكلم فيها يا دكتوره بعد الفاصل، لان نقطه هتوفر على الام اولا ان لو نسيت الجرعه المضخه مسؤوله لو في كثير من الامور بعد الفاصل. بعد الفاصل جوجل تستعرض صحراء الإمارات من خلال جمل. الحقيقه ما زالت منورانا دكتوره هاله العسوي استشاري امراض البطنه والسكر والسمنه لاستكمال الحديث عن المرض السكري. دكتور يعني كنا بنتكلم عن مضخه الانسولين وقد ايه ممكن تشكل فعلا حل مشاكل كثيره جدا، انه ما تتنسيش فعلا الجرعه زي ما قالت اسماء انه ممكن الطفل ما يكونش تحت كنترول ممكن ياكل حاجات بره البيت احنا مش عارفينها وهي ايه، وغير كده كمان الطفل بيتعايش بطبيعيه لانه خلاص بيمل شكشكه طول الوقت فهي خلاص مكانها معروف وهي اعتقد ممكن كمان في الكتف دكتوره صح؟ يا في الكتف يا في البطن صح؟ في البطن عشان ما تبانش. ليش ما وصلتش مصر يعني ايش الفكره في لان زي ما قلنا هي محتاجه تكنيك عالي قوي ان انا احط الانسولين بكميات وان انا اظبط مثلا السكري طلع كذا فانا اظبط الجهاز عشان يديني كام يونت انسولين هتطلع تكنيك عالي قوي. احنا لسه هنا الاويرنس برضو والوعي بتاع التعاطي مع المرض لسه مش كتير او في المدرسه لسه مفيش هذا الوعي وهو المفروض ان هي بتشتغل بشكل تلقائي يعني لو استشعرت يعني فيها مجسات مثلا لقياس السكر فبالتالي تشتغل بشكل تلقائي؟ لا هو بيظبط جرعه الانسولين على حسب الاكل بتاعه ويدوس عليه فبيطلع الانسولين بالكميه يعادل الحرقه اللي هو محتاج مثلا جري فهيقلل بقول لك هي محتاجه قدر كبير من الوعي للتعامل معاها طبعا لان ممكن حتى الانسولين يفضى هو مش واخد باله بيعلى السكر دي مشكله من او ياكل اكله خارج السياق الوجبه الغذائيه بتاعته بس هي بتنفعنا اكتر في اللي هو نوع اسمه بريتل دايابيتس اللي هو السكر الهش ده عيان انت تقدريش تحكمي شويه سكره عالي عالي وشويه واطي شويه بياكل شويه ما بياكلش ده حلو قوي فيه ده هو بنفسه بيضبط المعادل الانسولين ويديه للناس ده لو حس باعراض معينه اللي هو اعراض السكر العالي زي العرق زي الرعشه تلاقي السكر ده معناها لو قاسه يطلع عالي ودايما انا بحذر العيان من هبوط السكر لان هبوط السكر اخطر من الارتفاع طبعا السكر. هبوط السكر ممكن يعمل برين دامج وبيعمل كوما بيعمل كوما وده بيعمل كوما بس دي اخطر لان البرين لو حصل له تلف خلاص صعب تلف. ان انا خلصت نرجعه فدايما بحذر والعيان هو نفسه لو جرب هبوط السكر مره واحده هيحذر ايه بقى بيجي له هبوط السكر من ايه مثلا ممكن تكون يعني هو مريض سكر اخذ الانسولين بتاعه ما اكلش نزل الصبح بيحصل كتير قوي انا اخذت الانسولين بكسف اخده في الجامعه او بكسف اخده في الشغل فانا هاخده واروح افطر بعدين في الشغل ساعتين بقى قبل ما يجي الاكل او ينسى او كده اخذت انسولين ما اخذتش اكل سكر هيوطى صح. طيب دكتوره نقدر نقول انه يعني هذه الايام الجايه في امل حتى
ولو بنسبة 10%، مش هنقول 100%، تلمس على خطوات معينة بعيد عن الخلايا الجذعية، اكتشاف بسيط لأنه كيف نقدر نتعامل مع السكر، أصبح هناك يمكن توعية أكثر للقطاع. بالضبط، هو ده اللي احنا بنطالبين، هو يبقى فيه توعية فعلا في التلفزيون زي البرامج اللي احنا بنعملها، ولازم يبقى فيه أسلوب الوقاية. يعني لازم الدولة فعلا يبقى عندها موضوع الوقاية ده في البادجت بتاعها الفلوس، لأنك أنت لما هتعملي الوقاية أنت هتوفري على نفسك أن العيان أصرف عليه امراض تأمين وكلى، ما انا في البريفنشن الوقايه لازم يبقى يعمم فعلا مبدا الوقايه في كل الامراض، خصوصا الامراض اللي ينفع ليها وقايه، يعني زي السكر النوع الثاني لو انا عملت وقايه وتوعيه فانا هوفر على الدوله صرف كتير، لان كمان العيان التعبان ده ما هو عبء على الدوله. طبعا بيجي كل شويه التأمين، يا دكتوره ممكن تعملي لي اجازه اسبوعين، يروح مثلا يومين ثلاثة ويجي تاني، يا دكتورة ممكن، والدولة بتدفع طبعاً. وحاجز مكان واحد بيشتغل طبعاً. والدولة بتدفع، ما كل ده، فإذا الوقاية والتوعية دي حاجة مهمة جدا. وشخص غير منتج في النهاية، ما هو غير منتج، هو واللي حواليه، ما هو مريض حتى بشكل بالزبط. يعني مش بشكل متعمد، يعني هو تعبان وبيتعب كمان اللي حواليه. صحيح، تفتكريش مثلا بيت فيه مريض سكر أو فيه مريض حتى إن هو البيت هيبقى طبيعي. صح، كل البيت بيبقى متاثر. في سكر مؤقت دكتوره، ما بالظبط بالكم هنتكلم في سكر هو بيجي ويروح مثلا مع الانفعال، مش بيجي وهو في الاخر بيرسل هو النوع الثاني. يعني ما فيش امل، مجرد ما يدخل خلاص وتخنت وكده وفي عيني سكر. طب انا عملت دايت شهرين ونزلت وعملت رياضه، يفضل متساوي وحلو قوي زي الفل. سكر الحمل مثلا، وسكر الحمل في منه نوعين، ما اقدرش اقول ان هو بيقعد، في نوع هي عندها سكر وبقت حامل، وفي نوع جالها في الثلاث شهور الاخرانيين من الحمل وزنها بقى زاد قوي، بتاكل هي في الحمل مش مظبطه، بنهم ده بينزل. ده لما بتولد وبتظبط ده بينزل. لكن اللي ويعني هو في نسبه 10% ان هو بيتحول للنوع الثاني، بس الاغلبيه ان هو بيروح. وسهل جدا انه حد، يعني واحده تكون عندها سكر وتحمل، ولا بتبقى محتاجة احتياطات معينة؟ لا، محتاجة بقى متابعة، هي بيحملوا عشان ما نقدرش بس نديش أمل، احنا قاعدين ندي هوب من الصبح. فلا طبعا هي ظبطت السكر بتاعها الأول، متابعة مع الدكتور وسكرها مظبوط طول الحمل، مفيش أي مشاكل، هتحمل والولد هيبقى كويس. فضلت مهمله ومش عارفه انها، في ناس كتير قوي ما بتعرفش ان عندها سكر، لما بتيجي تولد لما بتيجي تولد او بتحصل عندها مشكله بالصدفه، يصاب بجرح ما يقلقش او يروح لدكتور اسنان. برضه مبدا الوقايه المتابعه اللي احنا بنرجع نقوله، مبدا المتابعه في الحمل من اول شهر طبعا. كانت ظبطت سكرها يبقى نورمال طول الحمل، بينتقل للبيبي السكر بيبقى واطي، لان هو متعود ان انسولينه عالي زي الام، هي بتاخد الام انسولين، ما تديله من بره ما هو بيتاثر، فهو متعود ان ايه الانسولين واطي، فلما بيتولد البيبي بيتولد السكر ايه واطي. بس الدكتور المفروض اللي مولد عارف بيديله سكر في الاول، بيديله سكر في الاول وبعدين بيبقى نورمال البيبي، ما بيبقاش فيه حاجه، بس هو بيتولد عنده هايبوجلايسيميا، بيتولد شويه وزنه بيبقى اكبر مليان شويه السكر بيخلي الطفل شويه اكبر من الاطفال العاديين، فالدكتور برضه بيبقى عارف، بيولد قيصري، ما يقعدش يقول مثلا دي فرصه انها تولد نورمال طبيعي، لا 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 من الاول صح. يبقى مقرر عشان برضه ما ادخلش البيبي في مشاكل. صحيح دكتور، انا حابه منك نصيحه لكبار السن، يعني ابائنا وامهاتنا، انه يحافظوا على نفسهم بقدر المستطاع، لانه السكر من مضاعفاته ضعف البصر، التهاب الاعصاب، ندخل في مشاكل، يمكن حتى لو في جرح بسيط ما بيلمش بسرعه. ويعلي السكر طبعا، القدم السكري كمان مع الوضوء مع الصلاه ومع البرد، احنا داخلين على برد، الشرابات والول، هذا كله بيعمل مصايب لقدام. تمام، فاتمنى نصيحه من حضرتك. يعني اللي هو طبعا المتابعه مع الدكتور على الاقل مره في الشهر. تمام، اتابع مع الدكتور، ولازم كل 5 سنين اعمل فحص قاعين واعمل تحليل زلال في البول علشان اشوف الكلى، لان الكلى برضو بتتاثر خلال فتره من 5 سنين، لو السكر مش متظبط بيجي للمريض الكلى، ولما يجي للمريض الكلى ده بيديني ايحاء ان هو هيجي له حاجه في العينين، انفصال لغايه انفصال الشبكيه، المشاكل السكر دي كانت توصل ابعد حاجه، وممكن يبقى العيان ما عندوش حاجه اذا هو التزم بالرياضه ومتابع والاكل واللايف ستايل، ابتعد عن التدخين، لو معاه ضغط يظبط الضغط بتاعه، وطبعا الكوليسترول والدهون. ليه صحيح دايما الضغط عدو السكر؟
او الاثنين مرتبطين ببعض يعني على هذا يوضع او العكس لان هنا ريسك فاكتور هنا العامل اللي تجيب هنا السكر هي اللي بتجيب الضغط اللي هو الوزن الزياده قله الحركه التدخين بياكل اكل من بره فالكوليسترول والدهون بتعلى فلما الكوليسترول والدهون تعلى الزعل يجيب سكر زي ما بنسمع حد زعل انفعل جامد لا هو لما بيزعل قوي بيطلع هرمون عالي اللي هو كورتيزول فالكورتيزول لما بيعلى بيعلي السكر فبعدين الانسولين كله بتلاقي الكيرف كله طلع مع بعض ايوه بالظبط يعني ما تزعليش تامي لو سمحتي يا سيناء خلص بعد اذنك انا اسفه انا اسفه انا اسفه نعمل كلنا استرخاء لان ده حاجه مهمه برضو لازم الموضوع الاسترخاء على البحر يعني على النيل على النيل مش ضروري ان انا اسافر اكل لا ممكن الاسترخاء ان الواحد يقعد مع نفسه على النيل ويهدى شويه دي الجسم بيحس بالحاجات دي على فكره كويس واخذ بريك من وقت للثاني تعملي فيه طبعًا. حاجه غريبه تطلعي من المود اللي انت فيه صح يعيش الحياه طب ليه دايما مريض السكر بيبقى عنده ميل رهيب لاكل السكريات على الرغم ان هو مفترض انه حتى لو هو دي مش طبيعته لان هو انت حاجه عماله بتحرميه منها طبيعي البني ادم لما بتحرميه يعني نفسيا بس ولا في حاجه في جسم لا اللي هو لما بيعلى هي فكره ايه لما باكل حاجه مسكره ايه اللي بيحصل ان انا بعلي السكر قوي في الدم مره واحده لما باخد حاجه مثلا زي الجاتوه بيعلى قوي بيعلى معاه قوي ايه الانسولين عشان ايه يكسره ايه ده اللي طلع ده انا مش هخليك قاعد هنا فهيكسره فكده انت قللتي السكر في فتره قليله قوي فتبقي عايزه ايه عندك احساس ايه بالسكر واطي عايزه تاكلي سكر تاني ما هي دي لما بتاكلي معلقه تقولي مثلا قاعده مع اصحابك تقولي انا هاخد معلقه وخلاص تلاقي نفس المعلقه تمر معلقه وفي نفس الوقت جعانه لان الانسولين بيطلع بسرعه قوي على طول في عمليه حرق بسرعه قوي وقت السكر قوي الجسم يقول لك ايه لا لا ده انا عايز سكر سكر واطي لو اخدتي بقى حاجه فيها فاكهه بيحصل ايه بيطلع بالراحه الانسولين بيطلع جراديو السكر يطلع بالراحه فيطلع الانسولين بالراحه جراديوالي فيفضل الايه السكر ثابت في الدم هي دي فكره ان انا السكر عندي او لا ان انا اخلي مستوى السكر ثابت في الدم ان انا اخد الحاجات تخليه ثابت ما اخدوش يعلى يطلع الانسولين فجاه ينزله فجاه لا انا عايزه اخليه سكر ثابت في الدم ده يمشي بمعدل يعني مريض السكر ياخد حقنه الانسولين بعدين يفطر فطاره العادي مش لازم ياخد حاجه سكريه بعد الانسولين لا لا خالص ممنوع الحاجات السكريه دي خالص يعني الفطار العادي هو ده كفايه تسلمي يا غاليه وتسلمي لنا على المعلومات الحلوه اليوم والله عن جد يا ريت يكونوا كل الناس حلوه ومبسطه يعني غالبا دايما المعلومات الطبيه بتبقى شويه معقده يعني فشكرك شكرا جزيلا دكتوره هلا عتوي استشاري امراض البطن والسكر والسمنه شكرا ومسي على كل الابتسامات اللي وزعتها اليوم تسلمي هنطلع لجوجل جوجل خدمه جوجل بتتيح لمستخدمي خدمه الخرائط امكانيه اجراء تجوال افتراضي طبعا هو طالما احنا بنتكلم على جوجل يبقى بنتكلم عن عالم برمته افتراضي انه ممكن يعمل عمليه تجوال في صحراء اماراتيه بعد ان قامت بتوثيق صور المنطقه بمنظور افقي بفضل الات رصد وضعت على ظهر جمل يعني الاستفاده من كل الطبيعه تخيل انك جالس على ظهر جمل تتجول عبر مساحه شاسعه من الكثبان الرمليه وتستكشف المناطق المختلفه فيها الان اصبح بامكانك ان تبدا رحلتك بالفعل في صحراء ليوا بدوله الامارات العربيه المتحده بعدما قامت شركه جوجل باطلاق موقع ستريت فيو الذي قام بتثبيت كاميرا بانوراميه على ظهر جمل يدعى غصن يبلغ من العمر 10 سنوات ليجوب صحراء ليوا وفضلت الاستعانة بالجمل بدلا من استخدام السيارة حتى تنقل منظور الصحراء بنفس سرعة وتمهل السير الفعلية حتى يشعر مستخدم هذه التقنية كأنه يقوم برحلة حقيقية ليوا هي من مدخل الربع الخالي وهي من أكبر الصحاري الموجودة في الوطن العربي نفس الوقت واحة ليوا نفسها من أكبر الواحات الموجودة في الجزيرة العربية فعندك كل هاي الميزات الموجودة بتخلي ليوا مكان جذاب ومكان اللي أنت تعمل فيه بروجكت مثل هيك أنت بتقدر تخلي المستخدمين حوالين العالم يقدروا يشوفوا الصحراء زي ما هي موجودة بكل بعدها بكل جمالها بطريقة مميزة كانت جوجل قد أطلقت خدمتها التي أسمتها ستريت فيو في عام 2007 للسماح للناس في جميع أنحاء العالم باستكشاف مدن وأماكن مختلفة وهم في راحة أمام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم
ومنذ 2012 بدأت كاميرات جوجل ستريت تتحرك لتسمح لمستخدميها باستكشاف الكثير من المعالم الشهيرة والعديد من الأماكن التي لا يمكن الوصول إليها إلا سيرا على الأقدام. دائما دمج المعطيات اللي قدام يدك بالتكنولوجيا بيؤدي بك الى طريق تحس ان انت الكون مش سايعك. تخيلي دائما الشكل الافتراضي عن العرب ان هم دائما ما خرجوش عن البيئه البدويه وان هم ناس حتى الان تركب الجمال، اما نستخدم بقى الجمل اللي هم بيعملنا بيه على طول ده بان احنا ننشئ عالم افتراضي على مواقع التكنولوجيا. شفتوا يعني الجمل؟ شفتوا الجمل؟ شفت الجمل بيعمل ولا لينا غنى عنهم طبعا. نطلع فاصل قصير. بعد الفاصل، في مصر الحصول على المعلومات دستوري، وعنكبوت في بطن رجل. حان وقت المال والاقتصاد والبورصات. أسعد الله صباحكم كل خير مشاهدينا إلى جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم. وفيها صرح هشام زعزوع وزير السياحة المصري أن خطط الوزارة الاستراتيجية تستهدف جذب 30 مليون سائح بنهاية عام 2022، وذلك من خلال تكثيف التعاون مع منظمي رحلات في حملات التسويق المشتركة للحفاظ على حجم أعمالهم بالنسبة لمصر. وأضاف الوزير أن التعاون مع شركات الطيران المختلفة وتسهيل إجراءات الحصول لمواطني بعض الدول على تأشيرة الدخول إلى مصر سيسهم إيجابيا في زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، مما سيعود بالفائدة لخدمة الاقتصاد القومي المصري. ونوه زعزوع إلى أن السياحة المصرية ستكون الأولى بالمنطقة في التحول نحو السياحة الخضراء، وذلك من خلال تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية الخاصة بذلك. صنفت مؤسسة S&P Capital المعنية ببيانات الديون السيادية أبوظبي في المركز 18 عالميا ضمن الحكومات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأظهر تقرير مخاطر الديون السيادية عن الربع الثالث عام 2014 أن كلفة التأمين على الديون السيادية للعاصمة الإماراتية وصلت إلى 54.8 نقطة على أساس الالتزامات لفترة 5 سنوات، وجاءت أبوظبي بذلك في المركز الثاني بين دول الشرق الأوسط بعد السعودية التي وصلت تكلفة التأمين على ديونها السيادية في الربع الثالث من العام الجاري إلى 54.5 نقطة أساس. وإلى السعودية، حيث بدأ فعليا العمل في مشروع مترو الرياض والمعروف كذلك باسم مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بتكلفة تبلغ 23.5 مليار دولار. وسيتيح مشروع النقل العام العملاق الذي يعد أكبر مشروع من نوعه يجري تنفيذه الآن 6 خطوط للقطارات تمتد إلى نحو 167 كيلومتر و85 محطة وبواسطة عربات بدون سائق. وأكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن المشروع سيؤدي إلى نقلة نوعية في مدينة الرياض، كما سيسهم في تقليل الازدحام المروري، وسيضع مدينة الرياض ضمن مصاف الدول أو المدن المتقدمة. وإلى إسبانيا، حيث قالت مصادر قضائية إن المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي ورئيس مصرف بنكيا السابق رودريغو راترو مثل أمام لجنة الاستماع المكلفة بالقضايا المالية في إسبانيا بتهمة اختراق قانون المؤسسات واختلاس الأموال، وذلك على خلفية حصوله على أو حصول 86 مسؤولا وعضوا في مجلس إدارة مصرف كاخا مدريد على بطاقات ائتمانية استعملت في دفع تكاليف اقتناء تحف فنية ومجوهرات وارتياد مطاعم فاخرة أو فخمة ورحلات سفاري إلى إفريقيا بتكلفة تقدر ب 15.5 مليون يورو. وأضافت المصادر أن قاضي المحكمة الوطنية استمع لريترو نحو ساعتين ثم أمهله 3 أيام لإيداع كفالة بقيمة 3 ملايين يورو.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي عقده على هامش قمة آسيا أوروبا إن موسكو مستعدة لإعادة احتساب الدين الأوكراني لروسيا والبالغ 5.5 مليار دولار بعد خصم 100 دولار لكل 1000 متر مكعب من الغاز. وأضاف بوتين إن إجمالي حجم الدين المستحق لروسيا على أوكرانيا يبلغ 10.5 مليار دولار، موضحا أن إعادة احتساب حجم الدين الذي يجري التفاوض عليه حاليا والبالغ 5.5 مليار دولار سيخفض قيمته إلى 4.5 مليار دولار. وأكد الرئيس بوتين أن موسكو لن تورد أي كميات من الغاز إلى أوكرانيا بالدين، مشيرا إلى أن مستوى جبية عائدات الغاز في أوكرانيا منخفض جدا بالإضافة إلى انخفاض أسعاره هناك. أصدرت شركة جيزال شافت لدراسة السوق تقريرا أظهر أن سوق الهواتف الذكية سيشهد منعطفا جديدا خلال الفترة القادمة في ظل تشبع السوق بالهواتف الذكية الرفيعة. ووفقا لتقرير شركة جيزال، فقد نما سوق الهواتف الذكية نموا كبيرا خلال السنوات الثلاثة الماضية، وحققت خلال العام الماضي نموا ب 24%. سيطرت عليه كل من سامسونج وأبل، فيما أكد التقرير أن هواوي أصبحت ثالث أكبر مصنع للهواتف الذكية بعد سامسونج وأبل، فيما أشارت التحليلات إلى أن هواوي ولينوفو ستصبحان منافسان قويان في مجال الهواتف الذكية في المستقبل القريب. كان هذا كل ما لدينا في جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم، ختاما نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء. الحصول على المعلومات وتداول هذه المعلومات هي من أهم القضايا اللي يعني بيحاول الإنسان باستمرار إن هو يحصل على هذا الحق أو يمارس هذا الحق. لكن طبعا المسألة مش متروكة كده بشكل فوضوي، دائما بتكون محكومة بأحكام الدستور والقانون. الدستور المصري في آخر دستور طبعا تم وضعه مؤخرا أتاح هذا الحق، حق الحصول على المعلومات وتداولها، خصوصا بالنسبة لبعض فئات المجتمع زي الإعلاميين الحصول على المعلومات. لكن إيه بقى المحاذير في تداول المعلومات في الدستور المصري؟ خلينا نتعرف عليها من خلال هذا التقرير. بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بشكل عام بأهمية تطبيق قانون حرية تداول المعلومات في مصر، نظمت مؤسسة شركاء التنمية مؤتمرا تحت عنوان تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومات. هذا المؤتمر يركز على نقطة أساسية وهي كيفية تداول المعلومات، كيفية سهولة المعلومات، إزالة كافة العقبات من أجل حصول المواطن أو الباحث على المعلومة، لأن طبعا المعلومة بتساهم مساهمة فعالة في عملية اتخاذ القرار السليم. شارك في هذا المؤتمر عدد من الشخصيات العامة المصرية، ويهدف المؤتمر إلى توسيع قاعدة المهتمين بسن قانون حرية تداول المعلومات المصري داخل الحكومة والقطاع الخاص. بنعتقد أن هناك عدد من القوانين التي تنعكس على كل شيء في مصر، من ضمنها حرية تداول المعلومات، لأن هو بيسهم في تحقيق نشاط اقتصادي، لكن كمان بيسهم في مكافحة الفساد، ودي مطلب شعبي كبير جدا. يشار إلى أن حق الوصول إلى المعلومات يعتبر مؤشرا على رقي المجتمع ومستوى الحريات العامة، من خلال ذلك تسعى منظمات المجتمع المدني في مصر إلى المساهمة في تفعيل هذا الحق الدستوري لرفع مستوى الحريات العامة في البلاد. إسراء عاصم، الغد العربي، القاهرة. فعلا جميل أن تكون حتى على الأقل نقدر نقول النخبة تبدأ، ومن بعدها يبدأ كثير من الناس، أنه رفع المستوى الثقافي والسياسي أيضا رفع في تداول المعلومات والحريات طبعا، لأنه الحقوق مسألة حصول الإنسان على حقه. بصي أنا ما شفتش لغاية دلوقتي دستور لا يضع هذه الحقوق في مكانة مميزة، لكن دايما المشكلة دائما وأبدا هي مشكلة تفعيل بنود الدستور. مش هيجي تفعيل إلا بالإصرار والمتابعة ومعرفة الحق. أنا لما أكون مفنط المادة وعارف إيش عليا وإيش ليا، خلاص ما لك وما عليك. طبعا عنكبوت للسبايدر مان بقى، ده سبايدر مان، انه شخص مش عارفه بشكل او باخر استطاع انه يبتلع او تسلل عنكبوت صغير داخل بطن رجل استرالي وعاش لمده 3 ايام. يعني انا مش عارفه هو عاش ازاي وعاش فيه ازاي وعمل ايه في بطنه، لكن في النهايه يعني تم حل هذه المشكله او هذه الواقعه من خلال اجراء عمليه جراحيه لاستئصال
هذا العنكبوت. العنكبوت خرج. العنكبوت, العنكبوت خرج. العنكبوت. أهم شيء إنه خرج. تعال نشوف. خضع رجل استرالي لعملية جراحية لإخراج عنكبوت من بطنه بعد أن ظل داخله 3 أيام. وقال توماس لمحطة تلفزيون استرالية وقد رفع ملابسه ليكشف عن بطنه: هنا تسلل العنكبوت تحت جلدي. وبينما كان توماس في بالي زار مركزا طبيا محليا ووصف له علاج مضاد للدغات الحشرات، وكتب توماس على حسابه بموقع الفيسبوك: بعد إجراء فحوصات ووضع أشياء داخل بطني وجد الأطباء إنه عنكبوت استوائي عاش بداخلي طيلة الأيام 3 الماضية. وأضاف قائلا: لم أشعر قط بأن حياتي انتهكت بهذا الشكل من قبل، وأنا سعيد أن المشكلة انتهت. وبعدما عاد إلى بلده في وقت سابق هذا الأسبوع أخرج الأطباء الزائر الاستوائي من بطنه وعاد لحياته الطبيعية. كان عايز يعمل مغامرات. زائر متطفل تعدى على حريته الشخصية في الدخول إلى مواقع استراتيجية ما ينفعش. يا الله صعب صعب والله، ربنا يعيننا. يعني عنكبوت يدخل بعدين واحد ايش يسوي بعدين يا سيدي؟ يعني انا بتجي لي فوبيا من الحاجات. يعني يعمل ايه؟ وبعدين ازاي فعلا الانسان ممكن يتعايش دخل مع حاجه زي كده؟ يعني ممكن يكون صغير قوي، كان ما في الاكل مثلا، مش عارف، كان مضغه ما لهاش حل، نرجع ندور عليها. طيب احنا بهذه الفقرة يا رب نكون وصلنا إلى رضاء مشاهدينا بكثير من المواضيع التي طرحت اليوم. تحدثنا عن مبادرة مصرية عربية إن شاء الله يا رب توفق وتصل إلى طريق النجاح والسداد. مع مرض السكري طبعا، هذا القاتل الصامت أو الصديق الوفي. إذا تم التعامل ما فيش وفاء، ما فيش وفاء، ما هو وفي من كتر ما هو ملتصق بالإنسان بيبقى صعب جدا أن هو يبتعد عنه. طبعا نتمنى أن تكون فقرتنا نالت رضا حضراتكم. الشكر موصول لفريق الإعداد، الإخراج، لفريق العمل ولحضراتكم أيضا. ولي أكيد طبعا، شكرا لك يا سيدي. شكرا في أمان الله.